المنتجات المعروضة هنا بما فيها المواد الواسعة الاستهلاك في شهر رمضان تباع بلا وسيط بين المستهلك والمنتج، ما أثر على أسعارها، فنجدها بأسعار مدروسة ومخفضة، خطوة استباقية أقرتها وزارة التجارة لحماية المواطن ودعم قدرته الشرائية. المواطن بسيط الله يعني. ان شاء الله في رمضان راح يديروا الصولد ان شاء الله على بروموسيون، ان شاء الله نتمنى من التجار يخففوا ان شاء الله ان شاء الله. من خلال هذا البيع يعني بالصولد والتخفيض وغير ذلك راح نخلق يعني منافسة، وثاني سمحنا لكل شباب يقدر يمارس التجارة، يعني هذو لي زومبيلون يقدر يمارسوا بصحتهم، ونطلب منه بهذه المنافسة اللي راح تكون بين شبابنا وبين التجار الأسعار تنخفض إن شاء الله. وزير التجارة كمال الرزيق دعا الشباب إلى طلب السجل التجاري المتنقل لتمكينهم من ممارسة النشاط التجاري في مثل هذه الفضاءات، ويذكر أن أكثر من 3000 شاب تحصلوا على هذا السجل حسب الوزير.